الأجيال الصاعدة، أولادنا أحفادنا، أي كل كيان وكل جيل يأتي ويستفيد من الجيل السابق من هذا العلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان هنا في فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب وجودنا هنا منذ عام 2015 ليس للهجرة، بل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن. مع السلامة.